كان من صغره حب يكون شرطي ويطبق القانون يحمي بلاده وشعبه. من عمر 6 سنين وهو يقول لي يما أنا راول بدي أطلع شرطي زي بابا وزي الناس اللي نشوف فيهم في الشارع. وأنا نقول له أعليش يا مراد مش دكتور خير؟ يقول لي لا أنا نبي نطلع شرطي، بدلة الشرطي أحسن من الدكتور. حلم دار المستحيل عليه خاطرة، وهكي في لحظة يسرقوا منا كل شيء، حياته وأحلامه وطموحه، ياخذوا منا كل شيء وياخذوه مني. عليش عليش مراد شدر له، مراد ديم علي حاله من القراية للحوش ومن الحوش للقراية، عمره ما كلم حد ولا غلط في حد. عمري ما شمت عليه ريح الدخان ولا بات حتى مرة مرة. هذا جزاء، هذا جزاء اللي يحمي ناسه وبلاده. علاش مراد؟ علاش مراد؟